عشان عيلتك كده انت. بقى النهارده امنيه هتعملي لنا تحديت نفسي، حاجه مختلفه قررت تماما. ان انا اعمل الطعميه حلو، فته عشان الله نعملها عليكي، اكله كامله كده وندلعها. الله الله الله، شوقتيني ان انا اتعرف على فتة الطعمية دي. اكيد كلكم عايزين تعرفوا برضو ايه حكاية فتة الطعمية زي بالظبط. طب يلا نبدأ عشان الوقت نبدأ. ما يسرقناش. بصوا احنا عندنا عيش محمر او محمص زي ما احنا عيش عايزين، ايه؟ احب التفاصيل بلدي، بقى، عيش عيش بلدي. بلدي. تمام، اوكي. احنا وبعدين في مصر بقى مش هنعمل فتة شامي الطعمية بعيش طبعا شامي وحاجات كده. متحمرة ومتقطعة صغير ونسيب شوية للوش كده. حلو، والإضافة برضو اللذيذة أن أنا بحط سلطة حمص جاهزة. سلطة الحمص دي بنلاقيها في محلات السوبر الحاجات ماركت والبقالة بالظبط. والحاجات دي. سلطة حمص، وحمص نفسه كمان أحطه حمص معاها صحيح. صحيح، حلو قوي. هدلع طب الحمص قوليلي بقى، شوية بقى، أيوة نحطه على ده النار. مهم بقى. طب عايزة أسألك سؤال، قوليلي. افرضي أنا ما لقيتش فت سوري الحمص لا مفيش الجاهز، مشكلة خالص خالص خالص، احنا ممكن ممكن نضربه في أستبدله الخلاط مثلا بطحينة؟ بالطحينة. طيب أوطيلك النار سنة، لا حاسة كويسة، إن طب أنا انا عليتها أوي. هشوحه. بس انا حطيت معلقة زيت وفص توم وينشف بس. جميل. طيب خليني سريعا كده اقول للساده المشاهدين على المقادير بتاعتنا بتاعه فته الطعميه النهارده. فته الطعميه دي يا جماعه عباره عن عيش بلدي محمر، سلطه حمص جاهزه، حمص معلب، فص توم، بابريكا، كمون، زبادي، طحينه، وسيراتشا. سيراتشا دي بتبقى زي الشطه شطة. يعني. انا ما جبتهاش النهارده بصراحه، يعني دي قلت زي ايه. الشطه، ودايما عاده يعني بنقدم معاها سلطه بلدي اللي هي بتبقى عباره عن خيار وطماطم وبصل وجرجير وخضره. بالظبط. طيب احنا عموما احنا زي ما قلنا طبعا اللي عنده وقت ومستعد ان هو يسلق الحمص وكده يعمل كده، اللي ما عندوش وقت وعايز يشتريه معلب او مجمد برضو يعمل كده. يعني الدنيا سهله، نحاول نسهل كل حاجه. بسيط جدا، حاجه بالزبط. مش موجوده نقدر نمشي حالنا. نعمل طحينه بس. اصحابنا المسيحيين بقى لو هم صايمين مش لازم أيوة. نحط الزبادي، هتبقى حلوه قوي بالطحينه على الوش من غير زبادي خالص. فكره حلوه برضو جدا على جدا. على اساس ان احنا بيبقوا زهقوا بقى من الاصناف وعايزين يغيروا ويجددوا. طبعا بيزهقوا يا حرام طبعاً. لان انا بشوف ان هم بيصوموا تقريبا نص السنه. بيصوموا كتير جدا. بيصوموا كتير انا جدا اصحابي جدا. علشان يعني عندي بجد بيصوموا كتير جدا. ده فنغير حقيقي. لهم وننوع لهم بقى فتة فول، فتة طعميه، حاجات كده لذيذه. الحمص بتاعي جاهز. طب خليني ايه احكي لكم واحنا بنشتغل كده على حكايه الطعميه كده بسرعه، لان حكايه الطعميه دي الحقيقه حكايه لطيفه جدا جدا جدا. بصي انا اهو بشاركك. أيوة. ها اصل الطعميه ايه ومنين بدات وازاي انتشرت؟ اصل الطعميه مصري، وبدا مع اقباط مصر لانهم كانوا بيعتبروا ان الطعميه دي او طعميه والفول كمان من الاطباق الرئيسيه في السفر بتاعتهم، عشان كده تعتبر بروتين بديل للحوم. والحقيقه كمان ان مفيش بيت مصري ملوش في الفول ولا في الطعميه. انا عن نفسي كل يوم على الفطار لازم يبقى في طبق الفول، ده اساسي. يعني احنا كمصريين، ولا يهمك فداكي اي حاجه، احنا كمصريين دايما دايما بنقول لكل العالم ان الوجبه الاساسيه بتاعتنا هي الفول. وزي ما قلنا في كل بيت سواء مصري او مسيحي دايما دايما الطعميه والفول لازم يكونوا موجودين. النهارده بقى امنيه زي ما انتم شايفين عملت لنا اهو فتت الطعميه، وابتدينا بالحمص اللي حطيناه في الزيت. أيوة. شوحناه، ضفنا له ايه؟ ضفنا له زيت وفص توم. ايوه، بابريكا، ملح، بابريكا فلفل، وملح ليمون. وفلفل وليمون. طبعا بره رمضان ممكن نحط بقى سنه شطه كده ندلعها تبقى حلوه قوي. تمام، بس في رمضان مفيش داعي عشان ما تبقاش حاميه قوي، ولا على السحور ولا على الفطار. حلو. تمام، دي السلطه البلدي بتاعتنا العاديه خالص اهو. انا حاطه بقدونس وشبق، بقدونس وكزبره خضراء وجرجير وبصل وخيار وطماطم وبصل. وبنحط لها بقى خل وليمون وملح وفلفل وكمون. جميل جدا جدا، يعني حاجه بسيطه جدا. هي حلاوه بقى السلطه البلدي اللي امنيه عاملاها النهارده ان هي مقطعه صغير قوي قوي قوي، فطبعا زي ما انتم عارفين ان دايما الشكل بيبقى حلو قوي. ايوه بالظبط. ومعانا تليفون من القليوبيه، معانا انتصار. يا انتصار كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم. وانت طيبه. عامله ايه؟ الو، ايوه انا سامعاكي كويس. سامعاكي حضرتك. قولي لي بقى اخبار رمضان معاكي ايه؟ الو، ايوه يا ريت توطي التلفزيون وتسمعينا من سماعه التليفون، هتسمعينا احسن بكتير. سامعاني كده حضرتك؟ انا سامعاكي كويس جدا. حابه تسالي امنيه اي سؤال؟ اتفضلي. اتفضلي. عايزه اسالها عن طريقه الفته اللي هي بتعملها.
عن ايه معلش؟ طريقه فته الطعميه. فته الطعميه اهي احنا بنعملها قدام. بنعملها اهو. ماشي حضرتك. صح. تمام شكرا ليكي. طيب تعالي برضو ايه سريعا كده يا امنيه تقولي لهم انت عملتي ايه من الاول. بالظبط. بصوا انا حمرت العيش او حمصته زي ما احنا عايزين، انا بفضله متحمر عشان الكرنش هو طعمه احلى كمان. طعمه بس أحلى. طبعا اللي عايز يخس او عايز يحافظ على وزنه يحمصه بس في الفرن. وادي بقى دي سلطه الحمص الجاهزه اللي موجوده، لو ما عندناش نحط طحينه ما فيش مشكله. تمام. والحمص شوحناه هنحطه على الوش اهو كده. الحمص اللي شوحناه ده حطينا في زيت، حطينا عليه فص ثوم، حطينا عليه بابريكا او شويه شطه وكمون. وملح وفلفل وكمون وعصره ليمون صغير. حلوه قوي. بصوا بقى هي فكره ايه الفته دي، انها مزيج من التكستشرز والنكهات مختلفه على بعض، يعني مش كل جميل. يعني ايه عاملين خلطه كده حلوه. الطعميه خلطبيطه خلطبيطه فعلا. الطعميه متقطعه. طب الطعميه بقى لازم تبقى طازه ولا ممكن مثلا لو انا كنت عامله طعميه قبلها بيوم ولا حاجه؟ لو عندك طعميه هتسخنيها، بالعكس انت كده بتعيدي استعمال الحاجه اللي عندك، هتسخنيها وتقطعيها زي ما انتم شايفين انا مقطعاها. عايزين تجيبوها مجمده وتحمروها زي ما انتم عايزين. عايزين تعملوها في البيت جاهزه زي ما انتوا عايزين. ولو عايزين يعملوها هم في البيت برضو بتبقى ظريفه جدا. يعني انا الصراحه بشتري العجينه وبحمرها في البيت. انا كمان الصراحه بستسهل يعني. انا كمان بحب الطعم بتاع البيتي. اه طبعا يعني طبعا. برضو ايه اللمسه البيتي ده برضو بتبان. اكيد اكيد كل حاجه بيتي بتبقى حلوه وبتبقى اوفر. فمهم جدا جدا جدا، عشان لمتنا تبقى حلوه لازم ان احنا نقدم حاجه حلوه واكله حلوه، وطبعا يفضل انها تكون باقل التكاليف على قد ما نقدر. بالظبط. اوكي تمام. طيب انا شايفه انك حطيتي كمان السلطه البلدي فوق الدش. بالظبط كده هحطها دلوقتي كده. هجهز الزبادي بتاعي، ممكن المضرب من جنبك هنا. اه طبعا اتفضلي. هنحط فص ثوم وهنحطه على الوش بعد كده. يعني مجرد زبادي بفص ثوم وطحينه طبعا وطحينة. عشان الطحينه والطعميه بيليقوا مع بعض جدا جدا. الطحينه بتحب الطعميه والطعميه بتحب الطحينه. وهنحط رشه كمون بقى، ده التغيير عن الزبادي بتاع الفته العادي عشان برضو يربط مع ايه الفته بتاعتنا. هيظبط طبعا معي. اكيد اكيد هيدي فلفل. طعم حلو قوي برضو كده. انا بحب احط فلفل كتير معلش. لا بالعكس. انا احب الفلفل. عامله زي مامتي، مامتي بتحب الفلفل جدا. انا بشوفه بيحلي اي حاجه. ده حقيقي ده حقيقي. هنقلب الزبادي. زمان كنت اقول لها من فضلك يا امي كفايه. انا كفايه. انا بحس ان انا مثلا لو بتعمل لنا مثلا على الفطار مثلا بيض، فاقول لها ايه ده فلفل بالبيض يعني في اللي هو ايه. من كتر ما هي بتحب الفلفل. حراق يا مامي يقول حراق. انا مش حاسه انه حراق خالص خالص. مش حاسه بمشكله. هنحط بقى الزبادي على الوش. قد ايه وصفه السلطه البلدي. بصوا يا جماعه الموضوع بسيط قوي تحفه. وقد ايه وصفه سهله. بس مختلف. اكيد اكيد اكيد. والشكل كمان لذيذ جدا كده. طب شفتوا يا جماعه قد ايه الطعميه ممكن انها تتعمل بطرق كتيره جدا. احنا كلنا متعودين ان الطعميه دي يا دوبك ساندوتش طعميه وشويه سلطه جوه الساندوتش وشويه طحينه وخلصت على كده. يا احنا انت عارفه من كام يوم برضو عملنا سلطه الطعميه برضو كانت لطيفه جدا، وكان فيها بتنجان وكان فيها افكار وبطاطس وكل العناصر الغذائيه اللي ممكن تتخيلوها. وادي النهارده بنعملها بطريقه مختلفه. عايزين تزودوا بقى خيار مخلل، حطوا اعملوا اي حاجه انتوا عايزينها تبقى تحفه. طيب زي ما انتوا شايفين احنا اهو بنغرف فته الطعميه بتاعتنا.